السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة والتأبينية من برنامجنا قيم ومفاهيم، نستذكر فيها مآثر فقيدنا الراحل فقيد الكويت صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله. هذه المسيرة الحافلة وهذه السنوات الطويلة التي رسخ فيها العديد من القيم وأشاع وثبت فيها الكثير من المفاهيم الضرورية لنهضة الوطن وضمن من خلالها العيش الكريم للمواطن، وهذه المسيرة الطويلة التي تخللها الكثير والكثير ليقال ويتحدث عنه. خصوصا وأنها مسيرة طويلة جدا، يصعب على الإنسان بعد هذه المسيرة الطويلة وهو يعيش حالة الفقدان بعد رحيل سمو الأمير أن يستذكر هذه الأحداث وهذه الأيام التي كانت تجمعه عبر هذه المسيرة بالأمير الراحل الذي تنقل من خلال 70 سنة أداها في خدمة هذا الوطن وقام بتولي العديد من المناصب والمراكز المهمة في البلد وقدم عطاءات وساهم في تقديم ودفع عجلة التنمية في هذا البلد عبر العمل في الكثير من الوزارات والمؤسسات، وتوجه في عام 2006 باستلامة لسدة الحكم وإدارة هذا البلد الكريم والذي حرص منذ اليوم الأول على رخاء عيش أبنائه وأن يحفظ أمنه وازدهاره، وكان هو ما يشغل باله في حقيقة الأمر، خصوصا ونحن نتأمل هذه المسيرة الطويلة وهذه المناصب الطويلة والكثيرة التي تولاها صاحب السمو من مناصب ثقافية وإعلامية ووزارة الخارجية حتى أصبح فيها عميد الدبلوماسيين، وما قضى من سنوات طويلة في ترسيخ مكانة الكويت على الخارطة الدولية. لذلك هي مشاهدنا الكريم يعني نحن أمام رجل نقل هذه الدولة الصغيرة وهذه الإمارة الصغيرة الهادئة في الخليج العربي ومنحها مكانة دولية كبيرة، فلم يكن يقتنع رحمه الله بأن الدول الصغيرة تكون ذات أدوار صغيرة وغير مؤثرة وهامشية في العالم، بل حاول عبر عدد من الجوانب توسيع تأثير الكويت العالمي عن طريق الملف الإنساني وعن طريق العلاقات الدبلوماسية وملفات الإصلاح بين الدول، وجعل من الكويت قاعدة من قواعد التفاوض وتذويب الخلافات بين المتنازعين وحلها قدر الإمكان، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله. ما أحب أن أبدأ به مشاهدنا الكريم هو الجانب الثقافي الذي كان يهتم به رحمه الله، كونه يعني من أصحاب المشاريع المهمة في هذا الجانب. يعني هو يكفي أن الكويت عندما تذكر عند المثقفين العرب ستذكر مجلة العربي، هذه المجلة العريقة التي تعتبر ثاني أقدم مجلة عربية بعد مجلة الهلال المصرية التي أسست في القرن 19. وكان صاحب فكرة تأسيس مجلة العربي هو صاحب السمو الشيخ صباح رحمه الله، وهي التي انطلقت وتأسست وكانت في سنة 1958 تصدر عن وزارة الإعلام، وهي مجلة ثقافية شهرية تتميز بطرح المواضيع الثقافية وأيضا تعنى بقضايا الفن والأدب والفكر، وتوسعت هذه المجلة وأخذت مكانة متميزة حتى أصبحت تصل إلى مناطق جغرافية واسعة في العالم العربي والإسلامي. وكان يعني كما يذكر من عاصروا تلك الفترة وكتبوا مذكراتهم حولها يقولون أن كان صاحب السمو بعد أن خرجت هذه الفكرة منه وهي تأسيس وإنشاء مجلة العربي كان حريص على تسميتها بهذا الاسم، وهو يؤكد بهذا انتماء الكويت العربي الأصيل. وأنت عندما تتحدث عن العروبة فأنت تتحدث عن انتماء وعن ثقافة ضاربة في التاريخ، وهذا الانتماء المهم الذي حرص على أن يكون عنوانا لهذه المجلة المهمة التي يتحدث فيها كل العرب. وأنا كنت أقرأ يعني في النعي الذي قام به المثقفون العرب والكتاب والأدباء، فكان كلهم يتحدث عن هذه القضية بشكل خاص مع بعض القضايا الأخرى، لكن كلهم كان يتحدث عن فضل ودور صاحب السمو في إطلاق مجلة العربي التي أصبحت منارة ثقافية في العالم العربي تشيع وتتوهج ولم تتوقف يعني ولم يتوقف عطائها يعني منذ 1958. صلنا مشاهدنا لفاصل وراجعين، كونوا معنا. Thank you.
الله مشاهدينا، رجعنا بعد الفاصل في هذه الحلقة التأبينية والخاصة عن مآثر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله. نستذكر فيها بعض مآثره وما جاء أو ما جاء اشتملت عليه هذه المسيرة الطويلة التي قاد وتقلد فيها العديد من المناصب خلال 70 عام في مسيرة الكويت. لذلك نحن أمام أيام حزينة في حقيقة الأمر في ذاكرة الوطن، وهي أيام يستشعر كل مواطن على هذه الأرض الطيبة ومقيم يستشعر المرارة في نفسه وهو يستذكر مثل هذه المآثر لهذه الشخصية العظيمة التي تتوالى حالات النعي في العالم والصحف العالمية وكبار رؤساء الدول في استذكار ونعي صاحب السمو المغفور له الشيخ صباح الأحمد، وما اشتملت هذه المسيرة الطويلة عليه من إنجازات. من هذه الإنجازات مشاهدنا الكريم هو الجانب الثقافي كأحد الجوانب المهمة لصاحب السمو رحمه الله. وكنا قد قلنا بأنه هو صاحب فكرة إنشاء مجلة العربي، هذه المجلة الثقافية المهمة التي أصبحت رافدا ومعينا لا ينضب من روافد الثقافة العربية، وأنه حرص على تسميتها بهذا الاسم العربي ليؤكد انتمائها لهذه الثقافة المتجذرة، الثقافة العربية. ذلك هي مجلة لكل العرب، وحريص أيضا على أن تطبع بشكلها الأنيق والحالي وأن تباع أيضا بأقل التكاليف حتى يستطيع الجميع أن يقتنيها ويشتريها. أيضا مشاهدنا الكريم، المجلة العربية اليوم أصبحت مؤسسة قائمة بذاتها يلتحق بها العديد من السلاسل والإصدارات مثل عالم الفكر ومثل المسرح العالمي ومثل عالم المعرفة أيضا، وكلها هذه إصدارات يعني وملحقات متعلقة بمجلة العربي، فهي مؤسسة اليوم نشهد اليوم ونقطف ثمارها، وكان هو صاحب فكرة إنشائها. أيضا عندما تولى رحمه الله رئاسة دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام سنة 1957 عمل على إصدار الجريدة الرسمية للكويت، وكانت هذه من أحد الإنجازات الثقافية للبلد. وأيضا يعني أنشأ مطبعة الحكومة حتى تلبي حاجة الحكومة من المطبوعات الورقية، وكان هذا في وقت مبكر في خمسينيات القرن الماضي. هذا كله يعكس حالة من أيضا التطلع ودعم مسيرة التنمية والنهوض بعجلتها في هذا البلد الكريم. أيضا مشاهدنا الكريم، شمل عهده في عندما كان أمير البلاد افتتاح العديد من المراكز الثقافية المهمة مثل دار الأوبرا، هذا الصرح اليوم الجميل الذي نراه ويدعم حركة الفنون في الكويت. وأيضا مشاهدنا الكريم نجد أنه قد تم في عهده تأسيس مركز عبدالله السالم الثقافي، وهو أحد المراكز الجميلة ذات البنيان والتصميم المعماري الجميل، وله أيضا دور ورسالة مهمة يقوم بها في دعم أيضا يعني مسيرة الثقافة في هذا البلد. وهذا يعني هذه الإنجازات كلها حدثت في سنوات قليلة، يعني صاحب السمو رحمه الله تولى في 2006 تقريبا بالضبط في مسيرة استلامه لإدارة شؤون الحكم في هذا البلد الكريم. وبالتالي نجد أن حالة من ارتفاع الاهتمام أيضا بما يتطلبه واقع المرحلة والتحديات الثقافية الموجودة اليوم. أيضا مشاهدنا الكريم، هو صاحب تأسيس أول مركز في الكويت لرعاية والاهتمام بالفنون الشعبية والفلكلور الشعبي، هذا أيضا جانب مهم وثقافي تحرص عليه كل الدول اليوم، كل الدول المتقدمة والتي تريد أن تنهض بالجانب الحضاري لديها دائما تنطلق من ثقافتها ومن فلكلورها ومن فنون الشعبية فيها التي يحرص أو توارثها أبناء البلد ويحرصون على الاستمرار فيها. لذلك منذ فترة مبكرة جدا يعني في سنة 56 تقريبا 1956 كان هو صاحب تأسيس هذا المركز، وهذه قضية مهمة جدا نشهد من خلالها الوعي بفترة مبكرة من تاريخ الكويت بأهمية الثقافة كحالة ينبغي أن يتم دعمها وينبغي أن يتم تطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، لأن الثقافة مشاهدنا الكريم تتشكل من الفنون ومن الفكر ومن اللغة ومن العادات والتقاليد، هذه كلها مشاهدنا الكريم تجتمع لتكون ثقافة أي بلد. فكل بلد يريد أن ينهض ويلحق بركب الحضارة لابد أن يحترم ثقافته وينطلق منها ويقوم بتأسيس حالة من التماهي مع هذه الثقافة والانطلاق منها بترسيخ قيمها بين أفراد المجتمع. وصلنا مشاهدنا لنهاية حلقتنا، نكمل وإياكم في الحلقة القادمة، مع السلامة.